مساء الفل يا اسطى صالح، رمضان كريم. اخبارك يا اسطى محمد؟ فضل ونعمة الحمد لله. ايه يا هندسة، مش هنشرب شاي ولا ايه بقى؟ بس كده الشاي يا ابني بتاع الوسطى كده كوت. هو الحديد ده كده المفروض اتعمل؟ لا يا هندسة لسه مخلص. ايوه يعني ده المفروض شكله النهائي. طب وعملته ايه في الصدى؟ مشكلة الصدى حليناها. طب ولو عايز اغيره اي لون تاني؟ ده لون في الكارتيلا، اختار اللون اللي انت عايزه. الله ينور عليك يا اسطى، المنتجات عندي في شركتي سي ام بي، كيماويات البناء الحديث. يا ترى عرفتوا المنتجات اللي هتحافظ على الحديد من الصدى وممكن كمان يتلون باي لون؟ كيما بوكس 129 و131، ولا ادي بوند وادي بوند 69، ولا ايبوكسي ميتاليك وكيما بوكس 150 3 دي؟ لو عرفتوا المنتجات ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.